نتواصل معكم مشاهدينا. والفقرة القادمة ذاكرة الشروق. قدمت قناة الشروق الفضائية في بداية بثها في العام 2007 والعام 2008 سلسلة من سهرات برنامج سوداني. هي سهرات غنائية منوعة استضافت فيها الشروق عدد من مقدر من الفنانين والشعراء والضيوف بكافة مقاماتهم السامية الرفيعة. خير عليكم جميعا حضورا ومشاهدين، أهلا بكم في سهرة جديدة من سهرات سوداني. نسعد اليوم بهذه المساحة التي تجمعنا بكل الحب والمودة والسلام. حلقتنا اليوم عن الأستاذ الفنان محمد وردي، الفنان من أجل الحياة. لكل من يتابعنا عبر سهرة سوداني، حان الوقت لنعلن عن ضيفنا ونجمنا لهذه الأمسية، الذي لو كتب لوحدها فقط الأمان العزبة والمرسال لكفته تماما وكفتنا أيضا، إلا أن استمر في إبداع غيره وكتب الكثير والكثير من الروائع. أستاذ محمد علي أبو قطاطي، مرحب بك كثير. أهلا وسهلا، اهلا بك على سهرة السوداني، ونسعد بك كثيرا اليوم عبر اول اطلاله لك. الله يبارك فيك، نهدي لك هذا الورد. شكرا. اهلا اهلا اهلا، شكرا لك، الله يبارك فيك. شكرا. ورسلت لك زول مرسال والمرسال مشى وما جاء، ايه رايك تسمعنا لها كلمات شعريه؟ ونطمع ان نسمع ملحنه طبعا. مسكين مسكين البدي أمل وأمل يغلب تحقيقه، والعاشق الجفل معشوق وسهر ونشاف ريقه. أمش قول له يا المرسال عساه يراعي ملهوفه، حبيبك بورق جارت عليه خانته ظروفه، فقد صبره شرد نومه، لهيب الشوق حرق جوفه، شحوب لونه نحول جسمه. براك عفن تحقيق. أمش قول له يا المرسال عساه يراعي ملهوفه، حبيبك بورق جارد عليه وخانته ظروفه، فقد صبره شرد نومه، لهيب الشوق حرق جوفه، شحوب لونه نحول جسمه. براك أحسن تعال شوف. براي سويته في نفسي قلبي الحبة ما واعي، عشق زولا نجا فيه وما كان للحصل داعي. أقول أتناسى حبه يزيد، تزيد بالتالي أوجاعي، والطريق الحب مشيت فيه والتعسر تاني إرجاعي. خطاباتي اللي بوديها تقول لك تمشي لا حاجة، وديت له زول مرسال والمرسال مشى وما جاء. بقيت أنا والنجوم بالليل سوا نساهر ونتناجى، والناس اللي كانوا سبب رموني وفرايا. ولسه عماجة يا محمد؟ عماجة بيقولوا القلوب شواهد. أصلا أنا محمد وردي أظنه من قبل ما يجي من صاي حبيته أنا وعشقته وانطربت له لآخر لحظة. لكن أول مرة نلتقي مع بعض كان لقاني عندي نص شعبي خاص جدا، وهو عنده فاصل في المسرح القومي، فأخذ مني النص ده. حتى أنا قلت له يا أخي ما بينفع معاك، ماذا رد له؟ كان أغنية نصة أغنية كسر النمو ربع. كسر النمو ربع، أيوة ابن فايد. أيوة، ودي نص خاص جدا كان أنا عامله للمك محمد. أيوة. ناصر مك الجمعية، وفعلا غناه محمد وردي، لكن ما وجد حظه من الشهرة يعني. هذا لا، أنا ما غنيتها، يعني غنيتها في برنامج في الإذاعة. أي وليها ساعة محفوظة بالعود في الإذاعة. أيوة، بس في الوقت ذاك أنا يعني أغاني الدلوكة دي للساعة. أي ما كان ما غشلي في الأرض.
القضايا طبعا مختلفة باختلاف مشاعر الشعراء ومدى عمقهم في نفسية الإنسان السوداني. يعني محمد ده بيمثل لي أنا ال ال القرية والإنسان البسيط اللي أنا عشته، يعني ما متبحر في الفلسفة الفنية، لكن البساطة بتاعته بتعم السودان كلها. يعني تشوف في شخص أحلامك الغنائية. فكتبوا بعض الناس لما غنيت أسمح زي كان سنة 76، في نفس الوقت الجنيه كان هابط لأول مرة في السودان، فقال دي سنة شنو محمد وردي يغني لأبو قطاطي والجنيه ينزل. فأضحوك من زملانا بتاعين اليسار نكتوا عليه بالطريقة دي، لكن هذه الأغنية نجحت قبلها المرسال. المرسال لما جات من القاهرة أفتكر كل الناس عارفين المرسال دي عملت شنو في البلد. فهو حتى لو قرأ شعره بدون تلحين منتشر، لأنه بسيط وعنده كيف يستطيع أن يدخل في نفوس الشعب السوداني. والله أنا بعتقد أنه الثنائيات عموما من منصة رؤية خاصة بي أنا بفتكرها غير، يعني ما بتكفي الفنان إذا كان فنانا. يمكن إذا عايز يشتغلها على مراحل السوق عايز إيه، وده بيعرف يكتب يا تومس، والمسألة دي فيها صناعة، هي ما كلها دفق بتاع شعر أصيل وإلى آخره. يمكن يكتب ويغني المغني وكل يذهب إلى ليلى، لكن أنا بعتقد إنه الثنائية سجن لفنان كبير في داخله وكبير في فكره. وبالتالي بعتقد إنه يعني يمكن مع محمد وردي كان مع إسماعيل الحسن في مرحلة انتقل، جاءت الظرف السياسي بتاع الأكتوبريات، عرفوا بمحمد المكي إبراهيم، عرفوا بصلاح أحمد إبراهيم أساسا من الطير المهاجر، انطلق ليتعرف على الدوش حتى على أستاذنا أبو قطاطي. التنوع، شوفي في أي شيء مش الفن بس، التنوع في أي شيء مصدر ثراء بلا جدال. Jordan, no, but that's